مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم رمضان يفطر مع اولاد الشعب. بصحة فطوركم وتقبل الله الصيام والصلاه وسائر العمل. فطورنا مع اولاد الشعب اليوم مع الاخت فاطمة الزهراء ام ثلاثه ديال الاطفال. اليوم كتفطر في الزنقه. علاش كتفطر في الزنقه؟ كاريه واحد الكوزينه كتشوف الجيران اللي حداها كيطيبوا وليداتها كيبداو يكبكيو كيقرب الفطور كتخرج كتجي الشيقون بعيده وكتبقى جالسه حتى كيدوز الفطور وكتمشي. راه البارح فطرات بطريف ديال مطيشه وخبز كرم رفساته وكلاته هي وليداتها. ودائما كنقولوا هاد الحالات ماشي للفرجه وانما باش توصل للمحسنين، توصل القلوب الرحيمه، وان شاء الله يمدوا لها يد المساعده بفضل من الله سبحانه وتعالى. فاطمه الزهراء من صغرها وهي عايشه الحرمان، من صغرها وهي محنه، تحرمت من والديها، من اسرتها، داز عليها العذاب 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 بمعنى العذاب. الوليدات كتقول لك انا تحرمت وما بغيتش نحرم وليداتي، كتشوف المسؤوليه كبيره عليها، الزوج ديالها عنده ظروف خاصه الله يفرجها عليه. المهم نتمنوا ربي يفرجها يا ربي. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليك اختي. باش ما سميتي فاطمه؟ قلتي لي اول حاجه فاش اتصلتي بيا ما عندي ما ناكل انا لاولادي. اختي اختي بعدنا ما ناكلوا، راه ربي شاهد علينا. انا قصدتكم قصدتكم وقصد الله، الله يرحم لكم الوالدين. وقفوا معايا كنشوف ولادي كيضيعوا محرومين بزاف د الحوايج. البارح درت لهم هذيك الترده بالخبز كارم طيبت ليهم، هات ما عنديش. ما لقيتيش ما توكل اليوم؟ بغيت نخرج نخدم ولكن ما كاينش فين لما نخلي وليداتي، ما كاينش يشد لي ولادي، ما كاينش اللي يشدهم لي. اختي فاطمه انت كيف كنقولوا يتيمه الحيين؟ انا يتيمه، سمحت فيا امي عندي 3 شهور عطاتني الجده لامها ربيتني، ما كاينش اللي يرحمني. اختي من تما كون عارفه جده مسكينه، ملي تزوجت صافي حتى جده اللي كانت مسكينه كبرات ما بقاش عندها الصحه، ما بقاتش خدامه، كانت كتخدم في العريس كطيب ليهم ما بقاتش عندها، بقيت راسي صافي كنقاسي، كنتخاصم مع راجلي، كنخرج ما كنلقاش فين نمشي، كنلقاش العائله، كنبقى كنضطر نصبر، كنريح كنصبر مع راجلي. دابا اختي راجلي يعني الله يدير ليه ظروف خاصه، انا دابا تلاحيت للزنقه اختي ما عرفتش فين نمشي، ما عرفتش ما عرفتش اختي ما عرفتش. كتشوفي في وليداتك كتشوف ولادي كيضيعوا، ولادي ما بقاوش كيرضاو كيبكيو، كيقول لي ماما اش هادشي يا ماما اش هادشي الدري، ولا كيقول لي باغي نحرق دري. ولات كتقول لي اللي شافتها حداها اللي شافتها لابسه كتقول لي ماما نتقرب منها نشوف الديني معاها تديني، قسما بالله اختي هادشي كيضرني، كنشوف بلادي غيضيعوا لي ما بين يديها. شحال في عمرهم؟ الوليد عنده 16 عام والبنيه عندها 13 عام والصغيرة عندها عامين ونص. ما كيقراوش؟ لا حتى واحد ما كيقرا، مساكن حيت ما كيتكساوش، ما عمرهم تكساو ولا عطاهم الناس وكا حويجات الله يخلف عليهم. صافي شنو اللي خلاك كتخرجي دابا كاريه كوزينه وكتخرجي للزنقه في وقت الفطور؟ حيت على قبل اختي كنشوف كلشي كبار كيطيبوا الريحه، وكنشوف ولادي مساكن يدور حدايا، اش غنعطيهم اش غنمد لهم؟ كنقول لهم خرجوا صافي كنجي نتجرد هذيك ونريح حتى كيفوت الفطور. انا تحرمت من والدي، ما بغيتش نحرم ولادي مني. انا كنحس بهاد المرض الموت، كنقول الموت صافي. لا الله يطول عمرك، الله يطول عمرك ان شاء الله، وتبقاي لوليداتك وتبقاي لوليداتك وتكوني بهم ان شاء الله باذن الله تعالى. امين يا ربي امين. اخوتي الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بكل خير، اجركم مضمون عند الله. بغيت اللي يعاونني اللي مد لي يد مساعده واخا غير بشويه. انت غير نبدا طريقي. غير باش نبدا طريقي، انا كنحس براسي صافي. لا ما تفكريش. لا كنشوف ولادي محرومين بزاف د الحوايج، كنشوف ما عندهمش الحوايج ما يلبسوا، كنشوفهم مكرفصين يعني بزاف ما باغين. راك عارفه يعني 13 عام راه بزاف كتبغي. انا ما لقيت جان، ما لقيت جان، ما عرفتش حتى العائله ما واقفينش بجنبي ما كاينينش.
الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بكل خير، عاونوني اخوتي راني محتاجه. وليداتك باغي نقراو، البنت بعدا قالت لك بغيت ندير السونطر ياك، قالت لي السونطر مسكينه ولكن ما عندهاش، باغي دير الحلاقه، قال لك خاص ضروري الادوات ديال الحلاقه، انا ما عنديش باش نشري لها، ما عندهاش اللبس مسكينه باش تمشي. الكوزينه اللي كريتي ما كتسرحوش فيها رجليكم؟ لا لا صغيره 12000 ريال، يعني حي الحسني 12 فيرا صغيره، واحد الكوزينه صغيره بنتي راه ملي كتنعس رجليها واصله للباب، ومفرشه ثلاثه المانط قسما بالله العلي العظيم، حتى ثلاثه المانط قسما بالله وربي شهاد عليا، حتى ثلاثه المانط اللي مفرشها، كنحس بالبرد وكعارفه بيت في السطح راه البرد، وكنقول اش غدير، الله يفرجها الله يدير شي تعويض الخير. هاد رمضان حنا كنقولوا كاين الله يمسك على كل واحد، الله يسهل عليه، شي كيدير الشباكيه شي كيدير السلو، بنادم باغي خبزه ديال درهم. انا بغيت غير خبيزه، ديك الخبيزه واختي كويز ديالها تيبرك مع وليده شي مجموعين، ما كاينش، وكيحتقروك حتى الناس كيحتقروك اختي على قوه الله اكبر، ملي كيشوفوك ما مطيباش ما عندك ما توكلي ولادك كيحتقروك، بعدما انا هاد السكن اللي سكنت كلشي محتقرني. بالأذان مشاهدينا نفرقوا صيامنا ونرجعوا لكم بإذن الله. مشاهدينا تقبل الله الصيام، فرقتي صيامك الحمد لله، اسمحي لنا قبلي على اللي قسم الله، يكثر لك خيركم، الخير هو هذا، الحمد لله الحمد لله، راه اول فطور غنفطروا هكا، الله يخلف عليكم، راه اول ما فطرت قلت لك راه غير بهذيك الخبز وليلي اللهم محمد رسول الله، وكنشكركم بزاف، كنشكركم كنشكركم، الله يكثر خيركم. احنا القصد من برنامج فطور مع ولاد الشعب كاع الناس مساكن اللي ظروف كيضطروا انهم يفطروا في الزنقه، فاحنا كنمشيو نتقاسموا معاهم الفطور، حنا بالقليل اللي عندنا كناكلوا جماعه الواجب هذا. فاطمه الزهراء زوجتي في 16 سنه حملتي مسؤوليه، 16 انت باقا صغيره بزاف، وانت مازال صغيره وهزه. انا ملي كانت عندي 8 سنين وانا باقا كنعقل، يعني الام ديالي بعمرها ما حنت فيا اختي، كنشوفها يعني كانت خدامه في حي صناعي عند الفلوس كتكسي وليداتها، وانا جده مسكينه كتكسيني وهي كتكسي في وليداتها، كنتسنى غير تحضني غير تجي حدايا وتعنقني تلبسني كسوه العيد، كنشوفها كتلبس في وليداتها وانا حداها، الا جيت حدا اختي السواد ودرت يدي وانا كتقول لي حيدي يدك تران. هادي امك اجي مرضني انايا والله اختي، مرضني علاش ما بغيتش نفرق ولادي، راح الحب كله عطيتيه لولادك، جات وليداتك بسنان ما عمرني نفرط فيهم، ما عمرني نفرط واخا نموت ما نفرطش فيهم تديني نموت. صافي اختي يعني من صغري وانا هزه محتاجه الحضن ديال والديا، محتاجه الام، محتاجه الاب، وخوتي كنمشي عنده كيقول لي الله يجعل ذنوبك على امك، كنقولي انا غير نسى داك الموضوع، انا راني كبرت. علاش كتقولي على راسك يتيمه؟ الله يرحم لكم الوالدين. علاش كتقولي على راسك يتيمه؟ يتيمه راه ما لقيت لا حنان الام لا الاب، ما لقيت حتى شي حد، العائله ما عنديش، كلشي كيقول لك يتيمه الحيين، يتيمه الحيين، كلشي كلشي راه تم، لا كلشي كلشي عارفني ما عندي حتى حد، ما كاينش اللي يسول فيا، ما كاينش اللي يحضني، ما كاين العائله لا والو، ولادي زيتهم بالصبر ديالي، صبرت مع باهم واخا بالقليل صبرت معاه، حيت ما بغيتش نفرق ولادي على باهم. ما بغيتيش شتي الشمال؟ لا بغيت كيف ما وقع لي انا يوقع لوليداتي، قلت نصبر، وبغيت نخدم اختي سعاد، ما عرفتش شكون غيشد ليا وليداتي، شكون هذا اللي ثقه؟ عندك ثقه في حتى واحد؟ لا ابدا، ما نقدرش نفرقهم، والله اختي يكونوا حدايا وليداتي، الله يخليهم ليك. امين امين، ويخلي لك بعزه، الله يخليهم ليك. مشاهدينا اللي كتبوا معنا اسره كامله
في هذا البرد وفي هذا الشتاء خارجه للزنقه. علاش؟ كي قلت الاول لحقاش ما لقاتش ما تاكل وما بغاتش الجيران يبقاو الوليدات يشموا الريحه فخرجاتهم كتجيبهم للجرده حتى كيفوت فوق الفطور وكترجعهم. وصباح الدريه راه كترجف كترجف فازقه كامله، الام كذلك، البنيته راه هي 13 سنه فازقه، الوليد راه مشى حتى هو 16 سنه ما بغاش يبقى، يعني كنعرفوا 16 عام شويه سن المراهقه وشويه كيكون شويه ما كيرضاوش بحال هاد ما كيبغيوش. ولكن الظروف قدر الله وما شاء وما شاء فعل. حنا اليوم بغينا هاد الام وهاد الوليدات من غدا ان شاء الله يفطروا في المنزل ديالهم، يفطروا في هذيك الكويزينه اللي كارير واخا ما قداهمش كيسرحوا رجليهم على برا وعندهم غير ثلاثه البطانيات، ولكن على الاقل كاين واحد الباب كيسدوه. بغينا غدا ان شاء الله فضلكم المحسنين تجودوا عليهم وغدا ان شاء الله يفطروا في دويرتهم في كوزينتهم، وما كرهناش شي محسن يكري لهم شي بيت او لا شي حاجه اللي شويه متسع باش يقدروا يرتاحوا. وبغينا هاد الام حتى هي ترتاح من الطفوله ديالها، عمرها ما شافت الراحه، اليومين هذا مازال ما مرتاحاش. انا فيما كنتلقاها كنلقاها كتبكي، الله يفرج همها ان شاء الله ويحول دموعها لدموع فرح. فاطمه الزهراء ما بغيناكش مازال تبكي، او شو البنيته كتشوف فيك هالكنز تبارك الله وهي الزوينه ديالنا. كنبكي بغيت نلبس ولادي احسن لبسه، بغيت ناكلهم احسن ماكله، ولكن بلا غالب دابا ان شاء الله بصيره وايد قصيره. دابا ان شاء الله كلشي غيكون وكلشي غادي يتحقق ان شاء الله لينا ولجميع المسلمين، الله يدير اللي فيها الخير واللي دار فينا شي خير عند الله راه اجره متبوت. الله يجازيكم كل خير، الله يرحميكم الوالدين، حنوا فينا وشوفوا من حالنا، جيبوا سولوا علينا راه عندنا غله ونشومه، الله يرحميكم الوالدين. ونعمة بالله. الرقم ديال فاطمة حافظة رقمك؟ إذن مشاهدينا البنيتة اللي في عمرها 13 عام ها هي دابا هي هذه اللي من مورانا، كنتمناو يا ربي المحسنين يدخلوا في أقرب وقت باش يعتقوا هذه الأسرة. الرقم 06-33-86-06-49 هذا هو الرقم، ودائما كنقولوا هذه بغات وهذيك بغات وسعداتك يا فاعل الخير. نتمناو يا ربي من غدا إن شاء الله هذه الأسرة تقدر بفضلكم وبإذن الله سبحانه وتعالى أنها تفطر في الكوزينه ديالهم وما يبقاوش يخرجوا وقت الفطور بحال هكا ويتكرفصوا في هذا الشتاء وفي هذا البرد. ودائما كنقولوها سعداتك مره اخرى يا فاعل الخير، والله لا يضيع اجر من عمل حسنا. دمتم في امان الله، الى اللقاء.